صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. الفقرة القادمة رح نحكي فيها عن ديكور، وخصوصا انه احنا قربنا على فصل الشتاء. دانيا صادق اليوم، ولانه قربنا على فصل الشتاء رح يكون في ضرورة للتدفئة. من المهم كثير انه نعرف كثير معلومات العلاقة بديكور الفاير بليسز او المواقد اذا بدنا نترجمها للعربي. اليوم دانيا صادق معنا وهي مصممة وخبيرة في مجال الديكور. اهلا وسهلا فيك يا استاذ دانيا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ولسه البرد كثير ما بلش، بس الناس اذا بدها تبلش ترتب لموضوع التدفئة بدها تبلش أظني من هلا، صح؟ عشان تلحق الشيء المرتب اللي بدها إياه. أكيد هلا منه جاي الشتاء، فالناس هلا أكثر شيء بتحب إنه تتجمع حوالين النار، سواء مع الأهل أو الأصحاب. فحبينا نحكي مثلا عن التدفئة بشكل عام، كيف إنه نستخدمها وندخلها بالديكور بشكل جميل. أوكي. في عنا طبعا التدفئة أنواع. اوكي. في عندنا فاير بليسز اللي هي الحطب، اللي هي النوع الكلاسيكي. طبعا في لها امور لازم نلتزم فيها، هلا بنحكي عنها بعدين. في عندنا الفاير بليس اللي هو الغاز، بيعطينا نفس هيئه الفاير بليس الحطب، بس انه هو عباره بكون في له بايب غاز بنمد له. كثير دارجين هدول هاي الفتره. هدول في اشكال كثير حلوه. هاي في صور والله يا دانيا. يعني الصوره ابلغ من الكلام، خلينا نشوف. هاي في عندنا صوره الفاير بليس اللي هو غاز، بنشوف كيف انه شكله. طبعا هذا الديزاين مودرن، كله ستريت لاين، كثير حلو. وفي جنبه كمان هذا اللي هو الفاير بليس الكذابي زي ما هلا هذا. ايوه، هو يعني بيعطي نفس نتائج الفاير بليس الحطب، بس انه بيكون غاز. هلا بنقول ليش انه عملوا فاير بليس غاز غير عن الحطب. تدفئته منيحه؟ عم بعطي نفس التدفئه؟ اكيد بيعطي تدفئه، وفي منه احجام، وفي منه كثير سيفتي طالع هلا جديد، كثير سيفتي. وفي منه بيكون باي ريموت كنترول، نتحكم فيه عن بعد. هاي فاير بليس برضه هاي غاز. اوكي. محطوطه بشكل ديكوري، انه زي بارتيشن، مع بارتيشن تفصل بين منطقتين. كثير كيف نقدر نستخدمها بأكثر في اشكال مجال. هلا بجوز اللي بيميز الفاير بليس اللي البايب الغاز، انه فيك تعمل كثير اشكال مختلفه. بالضبط. هلا احنا ليش عملوا الفاير بليس الغاز؟ هلا الفاير بليس الحطب في له كثير امور لازم تكون مؤسسه له. شروط يعني مثلا في الهود لازم يكون مؤسس عشان البخار والغاز اللي هي الفتحه احتراق. بالضبط، عشان ما يخنق بالبيت ويصير في جو مزعج سيئه. طبعا فعملوا فاير بليس الغاز اللي هو مش بحاجه انك انت تاسس، في انواع معينه مش بحاجه انك انت تاسس لهي الفتحه. تمام. فبصير الموضوع اسهل، مثلا خاصه بالشقق مثلا ما بكون مؤسس لهم، واكيد ما بتقدر نطلع على تطلع على السطح على الاخر. صح. فطلعوا هذا الشيء. في كمان برضه فاير بليس له الكهرباء، اللي هو بيكون عباره عن سكرين شاشه. اوكي. بيكون بيطلع هواء زي مبدا مثلا الاي سي. بالضبط، الاي سي. فبرضه بنقدر نتحكم فيه، بيعطينا برضه نفس كثير قريب من منظر. طبعا احنا شايفين اشكال والوان يعني من الفاير بليسز اللي عم تنعرض على الشاشه. كلاسيك. اوكي. هلا الكلاسيك مثلا في ناس بيقولوا لازم يكون من الارض الحطب، انه يكون على الارض. هلا ممكن يكون على الارض، ممكن يكون ارتفاع 45 سنتي. هذا الستاندرد للكلاسيك. غير هيك احنا بنطلع عن الستاندرد بالمودر، بنقدر نرفعه قد ما بدنا. بنقدر شو بتحسي احلى هلا؟ يعني هلا انا الاحلى اكيد الحطب، يعني النار التقليدي الكلاسيكي. بالضبط. هلا بس في الامور اللي قلنا لازم ان احنا نلتزم فيها، مثلا في عندنا الحطب كنوع الحطب. لازم نختار الخشب المناسب للفاير بليس الحطب. مثلا في عندنا خشب الجوز والبلوط، هم احسن انواع الخشب بنقول. تمام. ما بيطلعوا شراره، وبكون مده احتراقهم منيحه شوي اكثر. طبعا في انواع خشب ثانيه، السويد، الزان، بس انه هدول بكونوا يعني هاي كواليتي اكثر بالنسبه للحرق الحطب. في عندنا كمان لازم نشوف مثلا المكان، احنا بهمنا المكان اللي احنا نعمل فيه الفاير بليس. غالبا كيف بتفضلي تكون زاويته؟ وين لازم يكون؟ بالضبط. هلا اول شيء يعني بنختار المكان اللي هو اكثر بنقعد فيه الاسره واللمه، اللي فيه ممكن يتحلقوا حوالين. بالضبط. هي غالبا بتكون بالمعيشه. هلا ممكن بالمعيشه، يعني احنا كديزاينرز بنفضل انها تكون بالمعيشه. في ممكن ناس يحطوها بغرف النوم، ممكن بالتواليت كمان
ممكن يكون في صورة لا أوكي. رح تمرق بالتواليت. حلو. فالمكان بحد لنا ممكن انه برضه نحطها اذا في مساحه كبيره بالبيت ممكن تفصل بين منطقتين كبارتيشن غالبا بتكون بين المطبخ والمعيشه. والمعيشه اللي هو بدل ما ينحط الطاوله العاديه التقليديه يعني هي بكون زي بارتيشن وموجود فيه الفاير بليس بكون تو سايدز يعني بتكون مبينه من المطبخ ومبينه من احلى اظن بتعطي كثير جو حلو ومناسب رائع. اعتقد وبجوز اذا بدنا نعملها بارتيشن ممكن تكون بالاماكن الواسعه شوي كمان بالزبط. ممكن يعني نقسم محل واسع بهاي الطريقه بنحدد احنا مساحات وبنقدر نتحكم اكثر بالمكان عن طريق بارتيشن بشكل جميل وبشكل انها تعطينا تدفئه مناسبه ممتاز. في ناس دانيا بخافوا انه يحطوا الشكل التقليدي يقول لك بيوسخ ممكن يشحبر الاشياء اللي حواليه ممكن يعمل دخنه ممكن ينحرقوا الاولاد اذا في اولاد صغار بالضبط. هل هذا صحيح تحسي هلا اكيد هلا الدخنه قلت لك انه هي طالما انه مؤسس هود بشكل سليم الدخنه حتكون دايركت عم تطلع لفوق يعني اهم شيء الناس يعني ينتبهوا للتاسيس التاسيس الصح اللي رح يعملكم الفاير بليس ونوع الخشب زي ما انت قلتي عشان نوع الخشب في خشب كمان ممكن يكون سيء ريحته واحتراقه نوع الخشب بيساعد في هذا الشيء زائد هلا بالنسبه للفابريكس والاشياء اللي حوالين الفاير بليس ننتبه لها كثير منيح انه اما بتكون ضد الحريق والعوامل هاي او انه نبعد عنها اي فابريكس للاحتياط بالنهايه نار يعني انه طبعا طبعا بتكون كثير حذر هو عاده بيكون في زي سياج حديد هيك حواليه يعني بخفف شويه انه يعني يكون في خطر مباشر هلا بالنسبه للماتيريال اللي مستخدمها للفاير بليس برضه كمان ننتبه لها اللي هي بنعمل منها الديكور أوكي. هلا غالبا لازم تكون مواد بتتحمل الحراره اللي هي راح تكون يعني بشكل اساسي الحجر والرخام بالتاكيد بالضبط. دانيا حلوه المعلومات بس انا بدي اسال اخر سؤال اي ارخص اللي هو الشكل التقليدي الكلاسيكي ولا الشكل الحديث ولا بتلاقي انه الاسعار متقاربه هي ذوق هلا كديكور طبعا تقريبا نفس الشيء طبعا بتفرق انه مثلا نوع الحجر اللي اختاروه مساحه الفاير بليس شكله هيك بس اللي بيفرق معانا اللي هو ك استخدام هلا مين بوفر اكثر الحطب ولا الغاز اظن الحطب الحطب اوكي اذا هاي نصيحه اقتصاديه بالاخر شكرا لك كثير دانيا صادق على وجودك معنا هذا الصباح مباشره